أهلا أهلا رامي عياش، آدي الضيف ولا بلاش. يا هلا يا هلا، أهلا بيك يا أنكل، نورت القاهرة. أهلا وسهلا فيك يا حبيبي. طب قاعد مستريح؟ جدا. الكرسي مكفي عضلات حضرتك؟ جدا. مستعد بقى للي هيحصل لك؟ اتفضل. انت عارف بقى فقرة للفقرة دي؟ كأنها بالظبط الورقة بتاعت الجوازات الخضراء اللي بيدودوها لك في الطيارة قبل ما تنزل دي. أنا جاهز. طبعا طبعا. دي الفقرة دي زيها بالظبط، يمكن الأسئلة بقى أكتر شوية بس ألذ بكتير. أنا جاهز. يلا. يلا. اتفضلي. الاسم زي ما موجود في جواز السفر. رامي رامز أبو عياش. جده اسمه أبو. عندنا واحد أبو برضو. عارفه حبيبي أبو. تاريخ الوصول للحياة. 18/8/80. ايه كل التمانيات دي؟ هي. واحد حقك انت تامن ومتمن. طب اسم الدلع في الطفولة؟ رام. بس من رامي لرام ده مش دلع، ده كسل. طب واسم الدلع الحالي؟ رام برضو. لا دلعه محتاج ابديت. مية مية. طب محل السكن الحالي؟ يعني بين الجبل شوي وبيروت شوي. ساكن في التلفريك. مية مية. ده غير جبل بس همرقها لك. الطول؟ 1.86 متر. ده نفس طول بيبي الزرافة. شكرا. الشهادة الدراسية؟ درست سنة حقوق وسنة ونص علم نفس وثلاث سنين انتيريور ديزاينر. وبعد الرمرمة التعليمية دي كلها اشتغلت مغني؟ أنا درست عشان مامتي، هي كانت مدير مدرسة فترة طويلة وبديني أكمل دراستي فعملت ده عشانها. فبتجرب يعني. فيك بقى وديتك كل السكشنز في المدرسة. ما نجحتش بكل حاجة يعني وما كملتش فقطعتهم. بس نجحت في حاجة تانية فده أنت شطور. الحمد لله يا رب، الحمد لله. طب وأكتر مادة كنت شاطر فيها إيه في المدرسة؟ إنجلش. إنجلش كان كويس. انجلش. كنت وما زلت؟ كنت وما زلت يعني شوي. انت بتكلم مين؟ عندي حد هناك. مفيش احترام للي قاعده هنا مذيعة حتى لو طفلة. بعتذر بعتذر. كلي اعتذار، كلي اعتذار. I love you. I love you too. Yes I do. Watch it. ما تخليش حاجة تفوتك.